لك خلقك الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك هدي وارتاح تابر وارمح من حقك بس بلاش العين لا لا ما تسوى الدنيا بضيق خلقك الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك هدي وارتاح تابر وارمح من حقك بس بلاش يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال كن كما غيث على الأفياء ماطر صوته يروي قلوبا وخواطر نفعه عم البوادي والحواضر قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أود أن أشكر هذه القناة وهذه التلفزة تلفزة الإعلام الإسلامي في جنوب إفريقيا وأريد أن أشكرهم على هذه البرامج القيمة التي تعطي لي المسلم الإفريقي بالخصوص وللمسلم في العالم الإسلامي نظرة شاملة حول المسلمين وحول يعني ما يقوم به المسلمون في جنوب إفريقيا وفي إفريقيا عامة. سؤالكم هذا هو سؤال مهم جدا، والتصوف ما هو إلا فرع من أحد أركان الدين، وكما تعلمون جميعا أن للدين ثلاثة أركان: الإسلام والإيمان والإحسان. فالتصوف يتفرع من هذا الركن الأساسي وهو الإحسان، وباختصار لأن هذا المقام يجبرنا على أن نتحدث ونتكلم باختصار، وأرجو أن لا يأتي الاختصار مخلا، فأقول إن التصوف هو إعمال القلب على الإخلاص وعلى إخلاص ما يقوم به الإنسان من صلاة وصيام وزكاة وحج وجميع العبادات، ثم إخلاص الإيمان أيضا. فهذا الركن الثالث من أركان الدين الذي هو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، على أن تقوم بجميع أعمالك كلها مخلصا لها أو بها لله سبحانه وتعالى. وهذا ما يعمل عليه أهل التصوف، ومن خلال اسمه يتبين أن التصوف هو أن يكون القلب صافيا من جميع الأقدار بما فيهم الشرك، فيها الرياء، فيها النفاق، وما فيها جميع الأغيار وما يصطلح عليه أهل التصوف. فهذا معنى التصوف. إلى أي جماعة ينتمي أهل التصوف؟ هذا سؤال بديهي وجميل جدا. فواضح من العصور الأولى من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فإن أهل التصوف لا يحيدون أبدا عن جماعتهم، وهي جماعة أهل السنة والجماعة، بدليل أنهم يقتبسون كل ما يفعلونه من كتاب الله عز وجل. وكتاب الله تعالى قد بين أهل التصوف من خلال قول الله تبارك وتعالى لنبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فاقتباسهم كل الأحكام من كتاب الله ثم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم من الأصول ما لهم
ويعني على حسب اختلاف مذهبهم. فمثلا أهل المغرب لهم المذهب المالكي، فيأخذون من أصوله ومما يشترك فيه مع باقي المذاهب من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن الإجماع. ثم للمذهب المالكي أيضا في هذا الباب أصول منفردة كعمل أهل المدينة والاستصحاب وغيرها من هذه الأشياء. فواضح أن أهل التصوف ينتمون إلى أهل السنة والجماعة. كيف ترى التصوف في أفريقيا عامة وفي جنوب أفريقيا خاصة؟ في الحقيقة وأنا لا أتجاوز سن 40، ولكن رأيت أشياء عجيبة في إفريقيا، والذي أراه في إفريقيا وفي الأفارقة من خلال لقائي معهم في أوروبا أو في المغرب أو في إفريقيا، فإنني أرى فيهم السماحة، وأرى فيهم ولو لم يكن مسلما أرى فيه تلك الفطرة التي جبل عليها الإنسان. وما أرى ذلك إلا خلق، وهو خلق التصوف الذي تأطر به آباؤهم وأجدادهم من خلال أهل التصوف. فما أراه في إفريقيا وفي، لا أقول في انتشار التصوف، التصوف منتشر وهو الأصل في إفريقيا كلها، ولكن أرى أنه فيه تجديد وفيه يعني نفحات تظهر لنا أن التصوف باق في إفريقيا. وأما في جنوب إفريقيا فهذا أمر آخر، إذ جدد المشايخ رضي الله عنهم المحدثون هم جددوا هذا التصوف في إفريقيا، وعلى رأسهم الشيخ عبد القادر الصوفي الذي جاء من اسكتلندا وهو أوروبي وأسلم في المغرب، ثم جاء إلى جنوب إفريقيا وبالضبط إلى مدينة كيب تاون، بحيث أنه جدد هذا التصوف في قلوب أهل كيب تاون وأهل جنوب إفريقيا كلهم جميعا. بل إن إفريقيا تحركت من خلال وجود هذا الرجل العظيم الذي ألف وخاطب وربى. فأرى أن جنوب إفريقيا ما يزيدها التصوف إلا يعني قبولا وإلا يعني استمدادا من هذا المنبع العظيم الذي هو منبع أهل الله وخاصته أهل التصوف. هل للشيوخ المغاربة دور في نشر التصوف في أفريقيا؟ نعم، التاريخ يشهد بهذا بأن المغاربة هم أصلوا للتصوف، وهم كانوا سببا في نشر التصوف في إفريقيا. فعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر، أعطي مثالا بالإمام الشاذلي الذي ولد بالمغرب وهو مغربي، والذي أخذ عن القطب الرباني العلم مولانا عبد السلام بن مشيش، الذي كان له مريد واحد وهو الإمام الشاذلي، والذي جاء إلى إفريقيا ونشر طريقته في إفريقيا وأصلها، وأصبح له يعني أتباع ليس بالملايين بل بالملايير في كل العالم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن للمشايخ المغاربة دور في نشر التصوف. كذلك هناك الشيخ التجاني الذي دفن بفاس العالمة، وهو أيضا كان له دور في نشر التصوف في إفريقيا، في السنغال، في مالي، في كثير من الأقطار في إفريقيا. فهذا مما لا ينكره التاريخ، أن المغاربة له دور كبير في نشر التصوف ليس فقط في إفريقيا بل في العالم الإسلامي كله. الشيخ عبد القادر الصوفي هو أوروبي وأنت مغربي، ما هي العلاقة التي جمعت بينكما؟ نعم، الله تعالى يقول مبينا لنا أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته لا شرقية ولا غربية، بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى العجم فحسب، ولم يبعث إلى العرب فحسب، إنما بعث للناس كافة. وهذه أسرار، حيث أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل المختار، يقذف في قلوب عباده وخلقه هذا النور الإيماني.
أما ما يتعلق بالعلاقة التي تربطني كمغربي فمع الشيخ عبد القادر الذي هو أوروبي، فهو الشيخ المغربي سيدي محمد بن الحبيب الذي كان سببا في إسلامي ويعني إدخالي الشيخ عبد القادر الصوفي إلى الطريقة الدرقاوية القادرية الشاذلية. فهو بعد انتقاله إلى جنوب إفريقيا يرى أنه لابد أن يرد الأمانة إلى أصلها وإلى إلى إلى أهلها، فهو يرى هذه الأشياء ولنا علاقة روحية. هذا يعني نوع من الأسرار، وهذه لا يفهمها إلا الله سبحانه وتعالى، بل يفهمها عباده حتى يفهموا أن هذه الدعوة ليست خاصة فقط للعربي أو خاصة للعجمي، بل إن الله سبحانه وتعالى ينقل هذه الأسرار من هنا إلى هناك. هل لإمارة المؤمنين بالمغرب دور في استمرارية التصوف في أفريقيا؟ أمير المؤمنين، بل إمارة المؤمنين في المغرب منذ تأصيلها، منذ عهد مولاي إدريس الأول ومولاي إدريس الثاني، ثم من بعده الملوك يعني والملوك الذين جاءوا من بعده، فهم أصلوا للتصوف وشجعوا التصوف وساندوا التصوف، وعلى دربهم يسير أمير المؤمنين سيدنا محمد السادس. والدليل على ذلك هذه الزيارة التي يقوم بها في إفريقيا مؤخرا، فهو يدعم الزوايا ويجعل التصوف، لأنه يعلم أن هذا العالم كله لا ينجو إلا بالخلق، وهذا الخلق لا يأتي إلا بالتصوف. فإمارة المؤمنين لها دور عظيم، وهي ثابت من التوابت التي تجعل المغرب ثابتا بثوابته الأربعة بالمذهب المالكي وبالعقيدة الأشعرية وبالتصوف السني. فهذا أمر طبيعي أن يدافع أمير المؤمنين وهو حامل الملة والدين، أن يدافع عن الدين، ولا يمكن أن تدافع عن الدين إلا بالدفاع عن الأخلاق، والدفاع عن الأخلاق والدفاع وتشجيع التصوف. هل لكم نصيحة للمستمعين؟ نصيحتي هو أن الإنسان المؤمن لا ينبغي أن يغفل جانب الإحسان. الناس اهتموا بجانب الإسلام، بالصلاة والزكاة والحج وكل هذه الأشياء، ولهم من الإيمان ما لهم بأركانه الست، ولكنهم غفلوا عن الجانب الروحي وهو التربوي، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهذا لن يتأتى إلا يعني أخذ طريق وبأخذ شيخ مربي، كما قال سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله المغربي، قال: يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه شر المهالك أو المهالك. أنت أن 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 جئت لكيب تاون لأجل يعني استقبال يعني الفقراء واستقبال يعني المنتمين إلى طريقتكم، ما رأيكم في هذه الزيارة وفي حالة المسلمين في كيب تاون؟ في الحقيقة عندما أدخل إلى كيب تاون، مدينة آخر مدينة في جنوب إفريقيا، مدينة أهل الله، مدينة الأولياء، والذي يثيرني صراحة هذه الأضرحة التي هي محيطة بهذه المدينة، كأنني في مدينة شفشاون أو في مدينة مراكش أو في مدينة من المدن المصرية التي تحيط بها الأولياء ويحيط بها الأولياء. فالشيء الذي يثيرني هو أخلاق وخلق أهل كيب تاون من المسلمين وغيرهم، فهذا لا أراه إلا خلق أهل المدينة. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على هذه الأرض الخصبة التي تصلح للدعوة إلى الله وتصلح إلى التصوف وإلى التربية. وخير دليل وأعظم دليل اختيار الشيخ عبد القادر الصوفي رضي الله عنه بإلهام من الله سبحانه وتعالى العيش في هذا المكان والاستمرار والدعوة، ليس فقط العيش بل الدعوة. وأعظم دليل أننا ما من مرة آتي إلى كيب تاون وأصلي صلاة الجمعة
إلا وأجد شهادة أو شهادتين لشاب أو شابة أو يعني رجل كبير مسن من أهل إفريقيا يدخلون إلى الإسلام أفواجا، وهذا يحتاج إلى التحريك، والتحريك لا يكون إلا باللقاءات، وهذه اللقاءات التي يقوم بها الفقراء والمريدون من شتى الطرق، وأخص بالذكر الطريقة الدرقاوية الحبيبية الذين يجتمعون في كل يوم آخر أسبوع يوم السبت، ويقومون بالذكر ويقومون بمحاضرة ويقومون بحضرة. كل هذه الأشياء إنما هي تؤصل لهذا الفن الروحي الرباني الذي يحتاجه الإنسان ككل في العالم كله. في الختام أود أن أشكر هذه القناة، قناة التلفزة الإسلامية بجنوب إفريقيا، وهم في الدعوة، وكذلك أختم بالدعاء للمؤمنين عامة وللمسلمين، وما يعيشه المسلمون اليوم من اضطرابات، ليس فقط اضطرابات أمنية حسية، بل حتى اضطرابات أمنية روحية، وهذا يكمل هذا. فأسأل الله سبحانه وتعالى الذي يقول في كتابه العزيز: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أسأل الله تعالى أن يؤمن هذا العالم كله من هذا الخوف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى الحقيقة وإلى الصواب وإلى ما فيه مصلحتهم، لأنه في الأخير المسلم هو أخو الإنسان ككل. لا ننظر إلى أي عرق ينتمي وإلى أي جماعة ينتمي، بل إننا يجب أن يكون إخوة في الله، وهذه هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرحمة، لابد أن تكون الرحمة فيما بيننا. وأقول للذين نزعت من قلوبهم هذه الرحمة، الذين يقتلون ويشردون، فإن الله سبحانه وتعالى هو محاسبهم. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحيي هذه النفوس يعني حسا ومعنى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا 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 ما تسوى الدنيا تضيق خلقك، الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك، هدي وارتاح ثابر واطمح من حقك بس بلاش العين. لا 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 ما تسوى الدنيا تضيق خلقك، الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك، هدي وارتاح ثابر واطمح من حقك بس بلاش.